الميليشيات عادت من جديد بضرباتها الصاروخية التي تستهدف نقاطا للطاقة وللغاز في إقليم كردستان. والحدث الجديد الذي جاء والهجوم الذي نتحدث عنه اليوم هو تم بالفعل يوم أمس. أين تم هذا الهجوم بهذا الشكل وبهذه الخارطة التي ترونها؟ طبعا ستلاحظون أن باللون الأصفر هي مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان، وباللون الأحمر هي منطقة نفوذ الحكومة الاتحادية وسيطرة الحكومة الاتحادية. هذه هي محافظة السليمانية، وأن الضربة كانت قد جاءت إلى جنوب غرب قادر كرم. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نأخذ التفاصيل. سنلاحظ هنا في هذه المنطقة، هذا هو قضاء شمشمال، إلى جنوبه يأتي قادر كرم، وإلى جنوب غربه على مسافة 8.7 كيلومترا تأتي هذه المنطقة التي استهدفت، وهي حقل كورمور التي استهدفت طبعا بالصواريخ التي نتحدث عنها اليوم. وأن الهدف بالفعل هو على ما يبدو لم يكن لحقل كورمور، بل هو بالأكثر وبالدرجة الأساس كان يستهدف شركة موجودة وشركة مسؤولة عن هذا الحقل، وهي شركة دانا غاز الإماراتية التي تمتلك عقدا مع حكومة إقليم كردستان منذ عام 2007 من أجل تطوير هذا الحقل وتوسيعه وزيادة طاقته الإنتاجية. 3 صواريخ هي التي استهدفت هذا الحقل طبعا، وهذه الصواريخ لم تؤدي إلى أي قتلى، إلى أي جرحى، وعلى ما يبدو لم تكن هنالك أضرارا مادية كبيرة بحسب التقارير التي نقلت من هذه الضربات. وكذلك في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ويتعرض إليها حقل كورمور إلى هذا الهجوم. لا بالعكس، هذا هو الهجوم الرابع. الشهر الماضي كانت هنالك 3 هجمات قد تعرض لها هذا الموقع وهذا الحقل تحديدا في 22 من يونيو، وفي 24 من يونيو، وفي 25 من يونيو. اليوم الأخير 25 من يونيو كانت الهجمة هي الأكبر طبعا، نتحدث عن 4 صواريخ من التي استهدفت هذا الحقل تحديدا، وكذلك لا خسائر ولا جرحى، والضربات أو الخسائر المادية كانت على مستوى مناطق مفتوحة، احترقت طبعا الأعشاب فيها وقاموا بإطفائها بكل تأكيد، ولكن هي تعتبر ضربات خطيرة للغاية. من الذي يقوم بهذه الهجمات؟ فعلا هذا الأمر أصبح واضحا باتهامات رسمية وبتوجيه الاتهام بشكل مباشر من قبل بيان رسمي صادر من المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان. قال بأن الميليشيات والجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون هي التي قامت وهي المسؤولة عن هذا الهجوم، وعلى الحكومة الاتحادية أن تفعل شيئا تجاه هذا الأمر. وهذا طبعا يوضح تماما بأن الفصائل المسلحة المعروفة بموالاتها لإيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم، وبأن الصواريخ انطلقت من المناطق باللون الأحمر، لأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران كما هو معروف لديها نفوذ لا بأس به في هذه المنطقة، وبالتالي الهجوم جاء بهذا الشكل بحسب طبعا هذا البيان الرسمي الذي طبعا صدر من حكومة إقليم كردستان. وهنالك عدد من العلامات التي قد تبرر تماما وهي مقنعة نوعا ما حول أن فعلا الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي التي قامت بهذا الهجوم وتقف خلف هذا الهجوم. أولى هذه الأمور هي نوعية الصواريخ التي استخدمت، فالصواريخ التي استخدمت هي من صواريخ الكاتيوشا 107 ملم. هذه الصواريخ شاهدناها كثيرا وعرفناها تماما عندما هاجمت السفارة الأمريكية في بغداد لأكثر من مناسبة ولأكثر من مرة، وكذلك بأن هذه الصواريخ أيضا استخدمت في استهداف مستشارية التحالف الدولي في الداخل العراقي، وهي صواريخ من نوع فجر 107 ملم إيرانية الصنع. والفصائل المسلحة الموالية لإيران هي الوحيدة التي استخدمت هذا النوع من الصواريخ. كذلك المنطقة التي نراها هي قريبة تماما من مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية وتواجد الفصائل المسلحة الموالية لإيران. المسافة تبلغ ما يقارب 20 كيلومترا أو أقل بقليل. هذه الصواريخ التي نتحدث عنها يصل مداها ومعروف عنها إلى 8 كيلومترات. قد تبدو من الوهلة الأولى بأن هذه الصواريخ غير قادرة فعلا على القيام بهذا الهجوم في ظل هذه الحسابات، ولكن من خلال الهجمات الأخيرة التي قامت بها الفصائل المسلحة في عدد من المناطق وفي عدد من النقاط باستخدام هذه الصواريخ
الصواريخ التي نتحدث عنها تبين بأن الفصائل المسلحة تمكنت من تطوير ووضع تطويرات حقيقة أو تطوير واضح على هذه الصواريخ، ومكنتها من قطع هذه المسافات، من قطع مسافات أعلى من المديات الخاصة بهذه الصواريخ. أي شهدناها هي مثلا قطعت في إحدى الهجمات 16 كيلومترا ووصلت حتى إلى 20 كيلومترا، قد يكون بتخفيف الحشوة لهذه الصواريخ أو بعملية تحويرات حقيقة قد وضعت على هذه الصواريخ. وبالتالي الواضح تماما أنهم هم في ظل النظر إلى الصواريخ هم من قاموا بهذه العمليات. كذلك إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة المقطع الخاص المصور لهذه الضربة التي جاءت على هذه المنطقة التي نتحدث عنها، قد تعطينا فكرة أفضل بأن هذا الاتجاه تحديدا الذي أشرنا إليه هو الاتجاه الذي كان يعتبر نقطة انطلاق الصواريخ تجاه هذا الحقل. بالتالي بالتوجه الآن إلى هذا المقطع المصور، وهو قد يكون المقطع الوحيد الموجود القادم طبعا من قبل بعد هذه الضربات التي جاءت مساء يوم أمس. كما نلاحظ هنا المنطقة ترابية والمنطقة مفتوحة، وكما نلاحظ هنا هذه هي سيارة أو عربة الإطفاء بكل تأكيد، وهي تقف وفي واجهتها طبعا وتواجه كرفانات، كما نلاحظ قد يتواجد فيها الموظفين التابعين لشركة دانغاز الإماراتية بكل تأكيد. وواضح جدا بأن هذه العربات جاءت بهذا الاتجاه وبدأت تقوم بعمليات الإطفاء بكل تأكيد. كذلك دعونا أيضا نمشي ونسير ونشغل هذا طبعا المقطع المصور. سنلاحظ بأننا أمام هذه النقطة التي تلاحظونها بأننا هنا بهذا الاتجاه هنالك كرفان منفصل، وهنالك مسافة لا بأس بها بين هذا الكرفان وبين الكرفانات التي كانت هي مقابل عربة الإطفاء أو سيارة الإطفاء التي نتحدث عنها. وبالتالي بالسير وبالمضي مباشرة سنلاحظ هنالك أيضا لقطة، من الصعب جدا طبعا ملاحظة كل شيء لأن ظلاما دامسا واضح جدا، ليس كل العلامات واضحة من هذه المقاطع، ولكن واضح هنالك عربات وسيارات أخرى وأن هنالك سقفا لهذه السيارات موجودة كموقع في هذه النقطة، قد تكون هي لأخذ الموظفين من هذه المنطقة للعمل في الحقل وبعد ذلك إرجاعهم إلى هذه النقطة. وبالتالي وبتقديرات سريعة جدا لهذه العلامات التي طبعا أخذناها، وبالتوجه إلى القمر الصناعي من أجل الاستفادة من هذه العلامات، سنلاحظ بأننا أمام كركوك هنا وهذا هو قضاء شمشمال. دعونا نتوجه إلى الجنوب إلى هذه المنطقة تحديدا، وسنصل طبعا وسنشاهد بأننا قريبين تماما من قادر كرم بهذا الاتجاه. سنلاحظ بأن هذه هي قادر كرم التي تحدثنا عنها، وهذا هو حقل كورمور الذي تلاحظونه بهذا الاتجاه. وبالتالي هذا هو الحقل، والواضح أن الكرفانات على ما يبدو من العلامات التي ألقينا نظرة عليها تبدو بأن هذه المنطقة هي الأقرب. دعونا نلتف قليلا بهذا الاتجاه فقط لنلاحظ العلامات التي طبعا ركزنا عليها من المقطع المصور. وبالتالي بالملاحظة والتركيز على هذه النقطة يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار بأن آخر صورة محدثة في القمر الصناعي لهذه الصورة هي تعود إلى يناير عام 2020، سنتين ونصف، أكثر من سنتين ونصف على هذا المقطع وعلى هذا الموقع. وبالتالي قد تكون الكرفانات كشكل قد تغيرت وقد تبدو مختلفة عما ظهر لنا في المقطع، ولكن بشكل عام الساحة الترابية ها هي، وهذا هو موقف السيارات الذي تحدثنا عنه أو العربات التي طبعا يتواجد فيها السقف، وكذلك المنطقة عشبية كما ظهرت بعض الأشجار واضحة من هذا المقطع، وهذه هي الكرفانات التي تحدثنا عنها. وكذلك الواضح تماما بأن عربة الإطفاء أو سيارة الإطفاء كانت قد توقفت، جاءت بهذا الاتجاه توقفت وهي كانت تواجه الكرفانات التي تحدثنا عنها بشكل عام. وبالتالي يبدو بأن هذه المنطقة هي القريبة والأقرب من هذا المقطع الذي يصعب تماما الوصول إلى الصورة الحقيقية له. ولكن إذا ما أخذنا وسلمنا بأن فعلا هذه المنطقة هي التي كانت ظاهرة في هذا المقطع المصور الذي ركزنا عليه بكل تأكيد، سنلاحظ بأن هذه المنطقة كانت خطيرة للغاية، من نلاحظ بأنها قريبة جدا من هذا الحقل، حقل الغاز الذي يتم العمل فيه. المسافة أو فيه العمل يعني أو المسافة تأتي على 600 متر أو حتى أقل من 600 متر. لو سقطت الصواريخ بهذا الاتجاه خاصة وأنهم استخدموا صواريخ الكاتيوشا 107 ملم كان الانفجار أن يكون كبيرا ومؤثرا للغاية. دعونا نبتعد بهذه الصورة قليلا ولنلاحظ بشكل عام المستودعات أو الكرفانات أو غيرها التي تحدثت عنها عدد من المواقع الكردية كذلك المطلعة على تفاصيل ما جرى. سنلاحظ بأننا أمام منطقة الكرفانات بهذا الاتجاه،
وكذلك هذه منطقة أخرى فيها مستودعات وبعض الكرفانات أيضا، وهنا أيضا منطقة تتواجد فيها الكرفانات والمستودعات. بالتالي نحن أمام شريط واضح جدا، إلى الغرب تأتي أغلب الكرفانات التي نتحدث عنها، وهذا يوضح تماما أن الصواريخ كانت تأتي من هذا الاتجاه، وبالتالي بأخذ صورة أبعد بالقمر الصناعي كما لاحظنا في الصورة السابقة طبعا التي كانت موضحة بالألوان. سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة التي ترونها، وبالتالي هنا كركوك طبعا كما تحدثنا، وهذه هي المنطقة الفاصلة التي تفصل بين مناطق حكومة إقليم كردستان وكذلك بين هذه المنطقة هي التابعة للحكومة الاتحادية والتي تمتلك الفصائل المسلحة طبعا نفوذا فيها، وبالتالي المنطقة التي نتحدث عنها تأتي بهذا الاتجاه، وبهذه المنطقة تقريبا التي ترون كانت هي الكرفانات وغيرها، وهذا يوضح أن المسافة ليس من الصعب أبدا تخيل بأن الضربة قد جاءت بهذا الاتجاه. وهنالك كذلك عددا أيضا من الأمور الأخرى التي تضاف على هذه المسألة، وهي قضية مهمة جدا مرتبطة على مستوى أكبر من المستوى الذي تحدثنا عنه بكل تأكيد. فالقضية المرتبطة بهذه المسألة بأن بعض الضربات التي جاءت، والثلاث ضربات تحديدا الشهر الماضي التي استهدفت هذا الحقل، ورأينا الاستهداف يوم أمس، تبين بأن هذا الحقل تماما كانت هنالك أمورا ومشروعا لإمداد أنبوب للغاز من حقل كورمور إلى طبعا فيش خابور، وكذلك لإمداد هذا الأنبوب مباشرة إلى تركيا من أجل طبعا إمداد الغاز إلى تركيا، وإمداد الغاز طبعا مباشرة على ما يبدو إلى أوروبا بعد هذا الإمداد الذي نتحدث عنه. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الشركة، شركة دانا غاز الإماراتية، قامت بالعديد من الأمور والتقدم في تطوير هذا الحقل، وكانت قد أعلنت على ما تبين من المصادر الحاضرة من داخل إقليم كردستان بأن العام القادم في عام 2023 في الربع الثاني من العام القادم سيزداد الإنتاج للغاز من هذا الحقل بنسبة 25%. وبالتالي وعلى هذا الأساس بأخذ هذا السيناريو الذي تحدثنا عنه وهذه المعلومات، وكذلك مقارنتها بما جرى مع مجموعة كار التي وقعت عددا من الاتفاقيات في فبراير الماضي مع عدد من الشركات التركية من أجل تصدير الغاز إلى تركيا وبعدها إلى أوروبا، وبعدها جاءت الضربات طبعا الإيرانية المباشرة، وبعدها الفصائل المسلحة بدأت تستهدف كل ما هو تابع لمجموعة كار، تبين وواضح جدا الآن نحن أمام نفس السيناريو، نستهدف مجموعة كار ونستهدف هذا الحقل تحديدا من أجل منع إقليم كردستان من الوصول إلى أي استثمار ممكن أن يؤدي على مستوى الغاز إلى استقلال العراق في الغاز، وإبقاء كذلك إيران مسيطرة والمنفذ الوحيد في الغاز للعراق، وذلك لأن إيران تتعرض إلى كثير من العقوبات، ومسألة مرور الغاز إلى العراق هي مسألة مهمة جدا ومصيرية بالنسبة لإيران إذا ما استمر الضغط الأمريكي عليها. بكل تأكيد يجب أن ننتبه أن الضربة التي جاءت يوم أمس على حقل كورمور طبعا تحديدا بالضربات الصاروخية التي تحدثنا عنها في الكاتيوشة، هي جاءت بعد 48 ساعة فقط من تفاصيل قادمة من وكالة المخابرات الإيرانية، أتحدث هنا عن وزارة الاطلاعات تحديدا، التي أكدت بأنها ألقت القبض على مجموعة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي كانت تهدف لاستهداف مواقع حساسة، والإشارات جاءت مباشرة إلى منشأة نطنز النووية، كان هنالك رغبة في عملية تحقيق تفجيرات في منشأة نطنز. والأخطر من هذا الأمر أن وزارة المخابرات الإيرانية قالت بأن هذه المجموعة دخلت من إقليم كردستان، وعلى هذا الأساس بعد 48 ساعة شهدنا هذه الضربة. ولذلك يجب علينا أن نكون متأكدين تماما أي شيء يحدث في إيران، أي شيء، أي خلخلة تحدث على مستوى المنشآت النووية أو غيرها، دائما حقل كورمور ومجموعة كار هي تحت الاستهداف من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران أو من إيران نفسها. كذلك أن هنالك هدفا جيوسياسيا استراتيجيا كبيرا جدا يجب أن ننتبه إليه، وهي مسألة محاربة الغرب تحديدا ومساندة روسيا في هذه المعركة. فالغاز الإيراني على سبيل المثال في ظل فشل العودة للاتفاقية النووية، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على يقين بأنهم لن يستفيدوا من الغاز الإيراني. كذلك هنالك إخفاقا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع المملكة العربية السعودية بالحصول على زيادة من إنتاج النفط في السوق من أجل تخفيف الضرر الذي يأتي بسبب العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني. بالتالي لا تعاون من المملكة العربية السعودية ولا حتى من دول الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك إبقاء إقليم كردستان بهذا الشكل تحت
تحت المطرقة دائما، والمشاريع لإمداد الغاز من إقليم كردستان إلى تركيا إلى أوروبا أيضا يجب أن يتوقف من خلال هذه الضربات التي نتحدث عنها. وطبعا بالتالي روسيا ستمتلك اليد العليا والضاغطة، خاصة وأن المثير بهذا الأمر من الضربة التي نتحدث عنها على حقل كورمور أيضا جاءت مباشرة بعد إعلان المثير الروسي متعلق في الغاز الذي يأتي من روسيا مباشرة إلى أوروبا. التفاصيل كانت قادمة بشكل مباشر من شركة غاز بروم، كبرى الشركات الطاقة والشركات النفطية في روسيا، أعلنت بشكل رسمي بأن سيكون هنالك تخفيضا لإمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا، وذلك قادم من قبل أنبوب نورد ستريم 1. نورد ستريم 1 المهم للغاية بالنسبة إلى روسيا كما تلاحظون في هذه الخارطة. نورد ستريم 1 هو باللون الأصفر كما تلاحظون، وباللون الأخضر هو نورد ستريم 2 الذي من المفترض طبعا أن يمتد منه الغاز. الاعتماد على نورد ستريم 1 باللون الأصفر لنركز عليه قليلا، هذه هي طبعا روسيا التي ترونها، وهنا ألمانيا، وهذه هي بولندا، وهنا ليتوانيا، وكذلك لاتفيا وبيلاروسيا بهذا الاتجاه الذي تم الآن. وشيء جديد بأن روسيا فجأة قالت بأننا سنخفض إمدادات الغاز بدءا من يوم غد، وسينخفض إلى 33 مليون متر مكعب بعدما كان عملية التصدير من هذا التوربين تحديدا الذي تحدثت عنه روسيا، كانت العملية الصادرات تصل إلى 160 مليون متر مكعب، حتى أكثر من هذه الكمية التي ذكرتها لكم. وطبعا الحديث بالنسبة لروسيا تقول بأن هذا التوربين في هذا الأنبوب بحاجة إلى صيانة، ونحن مضطرين إلى تخفيض إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وهذا يأتي بعد تخفيض أساسا قد تم الشهر الماضي من قبل روسيا في نفس الأنبوب بنسبة 40%، وهذا طبعا أثار غضب الأوروبيين. طبعا الروس يقولون نحن بحاجة إلى صيانة، وكذلك هم طلبوا من كندا أساسا، وكندا كانت ساعية في تسليم توربين بديل لهذا التوربين الذي تتحدث عنه روسيا من أجل إبقاء إمدادات الطاقة مستمرة إلى أوروبا، ولكن بسبب العقوبات والضغط الكبير المفروض على روسيا لم يمر ولم يصل هذا التوربين بكل تأكيد، وبالتالي الدواعي هي دواعي الصيانة. هذه هي رواية روسيا. أوروبا انزعجت من هذا الأمر. نتحدث عن مفوضية الطاقة الأوروبية، قالت بصريح العبارة بأن هذه الأمور وهذه التفاصيل وهذا الكلام الروسي هو يأتي بدوافع سياسية، هو يأتي للضغط على أوروبا. استغل هذا الأمر تماما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الرجل بصريح العبارة قال على أوروبا لا تفكروا في مسألة التوربين وكيف توصلون هذا التوربين إلى هذا الأنبوب من أجل إصلاحه وضخ الغاز مرة أخرى إلى أوروبا. هذه حرب على أوروبا الموحدة، وأن عليكم تجديد العقوبات وعليكم الضغط أكثر على روسيا، لأن روسيا لديها أهداف بعيدة. بالتالي في ظل هذه المعادلة الواضح من يوم غد في الساعة 4 فجرا بتوقيت غرينتش سيبدأ هذا الانقطاع. أوروبا دخلت في إنذار كبير في ظل هذه التفاصيل، كذلك أن روسيا تتقدم على مستوى الأرض. يجب أن ننتبه إلى طبيعة التقدم الذي تحققه بحسب موقع توب وور الروسي، يوضح طبيعة تقدم كبير جدا يأتي بالنسبة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، هنا الحدود الإدارية التي ترونها لإقليم دونباس بهذا الاتجاه. هذه هي لوغانسك وهذه هي دانييتسك، وفي دانييتسك معارك كبيرة جدا تأتي طبعا بعدما سيطرت القوات الروسية تماما على لوغانسك، وطبعا أصبحت مناطق السيطرة تبدو بهذا الشكل بالنسبة إليها، هي تضغط من العديد من الاتجاهات بهذا الشكل من أجل السيطرة بشكل رئيسي وبشكل مهم على هذه المنطقة، وهي منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك. والتقدم الجديد يأتي على باخموت التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. لنقترب من هذه المنطقة ونفهم ما الذي جرى في 48 ساعة الماضية من تطور يعتبر كبيرا على مستوى الاستراتيجي، ويجب أن نتوقع الأسابيع القادمة ستكون محتدمة هنا طبعا بهذا الاتجاه باخموت التي ترونها. لنقترب بالقمر الصناعي فقط لنرى ما الذي جاء من تفاصيل ذكرتها طبعا توب وور. سنلاحظ بأن باخموت هنا بسيطرة طبعا القوات الأوكرانية، كانت تسيطر على دولمتنا وكذلك نوفولوغانسكا بهذا الاتجاه، وكانت تسيطر على هذه المحطة الكهربائية وهي محطة مهمة جدا حرارية بهذا الاتجاه، كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وكذلك سيميغرا بهذا الاتجاه، وكذلك كوديما بهذا الاتجاه كانت تسيطر عليها القوات الروسية. أخذت وقتها في عملية التقدم لهذه المنطقة لأنها لا تريد تدمير هذه المحطة الكهربائية التي نتحدث عنها، ولكن بحسب التفاصيل
التفاصيل القادمة من التوب وور، تمكنت من السيطرة على دولميتنا، تمكنت السيطرة على فولغانسكا بهذا الاتجاه، وتمكنت وأخيرا من السيطرة على هذه المحطة الكهربائية وهي فولهانسكا بهذا الاتجاه. طبعا سيطروا عليها تماما وبدأوا بعمليات الضغط بهذا الاتجاه. القوات الأوكرانية كانت قد انسحبت بحسب هذه التفاصيل إلى هذه المناطق، وبالتالي أيضا اليوم كانت هنالك تفاصيل مثيرة أن القوات الأوكرانية بدأت تضغط من الشرق ومن الشمال الشرقي على باخموت، وهذا يعطينا صورة كاملة عما ستفعله القوات الروسية. القوات الروسية الواضح تبحث عن التقدم إلى هذه المنطقة وتتقدم إلى منطقة أخرى وهي كوديما بهذا الاتجاه من أجل السيطرة عليها، وتدفع القوات الأوكرانية للانسحاب مرة أخرى إلى هذا الاتجاه والانسحاب إلى باخموت مرة أخرى. ولكن باخموت ستكون معركة كبيرة جدا، القوات الأوكرانية لن تتركها بهذه السهولة في ظل أيضا أسلحة كثيرة جدا قد استلمتها من حلف الناتو ووصلت إلى الأوكرانيين من مدافع، من منظومات صاروخية وغيرها من أجل التصدي لهذا التقدم. ولكن سقوط هذه المنطقة، ولماذا هذه المنطقة سقوطها سيعتبر مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأوكرانيين، ويجب أن نتوقع تماما هذه المعركة قد تؤدي إلى دمار مدينة باخموت بالكامل، ليس كما حدث في عدد من المدن وفي الفترات السابقة من انسحابات بالنسبة للأوكرانيين. كما نلاحظ هنا بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام سلوفيانسك وكراماتورسك، وهذه هي باخموت. القوات الروسية تمكنت فعلا من السيطرة على منطقة مهمة جدا وهي سيفريسك وكذلك سوليدار، والآن كما نتحدث هنالك رغبة في الهجوم والسيطرة عليها. السيطرة على باخموت يعني أن كراماتورسك ويعني أن سلوفيانسك تحت المطرقة، لأن القوات الروسية وصلت فعلا إلى ليمن منذ أسابيع، وأن فعلا سلوفيانسك ستسقط بسرعة كبيرة جدا، والنقطة الأخيرة ستكون هي كراماتورسك، وهذا هو السيناريو المتوقع لما سيحدث بالفعل. وبعد ذلك سنسمع عن إعلان مهم جدا لانتصار الروسي في إقليم دونباس وإعلان جمهورية دانييتسك كجمهورية مستقلة، وبالتالي نحن أمام تطورات خطيرة جدا وكبيرة تجري على مستوى الطاقة والمستوى العسكري والمستوى الجيوسياسي.